وليس لقاح اجباري. بقى معايا في الجواز ديال التلقيح، علاش رفضتو انت؟ جواز ديال التلقيح انا وقفوني من العمل ديالي، والبنك ما بغاش تعطيني رزقي، والبنك عندي معاه عقد عمل، عندي معاه عقد لان خصها ترجع لي الضرر اللي انا مضرور به، البنك ما بغاش تعطيني رزقي، علاش ما تعطينيش رزقي؟ البنك علاش ما عطاتش الجبل الجواز التلقيح؟ بس اللي ضروري بغيتي تجوز التلقيح انا بغيت تاخذ رزقك، والعمل وقفني على العمل ديالي، وانا خدام بظاهر ماشي ببالغ. حنا العمال والطبقه العامله خدامه بظاهر وقانون، ما خدامهاش ببالغ، ولا كانت هذه الوزاره باغي تخرج ببالغ خصها تمر على البرلمان ويصادقوا عليه ويخرجوا قانون باش يتحملوا المسؤوليه ديالهم، كل واحد يتحمل المسؤوليه. ما من حقهمش يفرضوا جواز، ما تقيسش بلادي وما تقيسش ولادي، حريه شخصيه يلقهم، ولكن الجواز لا، حنا ماشي سلعه غديروا لينا ان كود بار، كود بار سلعه، حنا الإنسان حنا بشر، الكود باغ تدار السلعة، حنا ماشي حليب ماشي زيت. كل شيء بزز جائز لك ماشي إجباري عليك تلقاح، ولكن في نفس الوقت ما عندكش باس ما تدخلش. اليوم جلسوا ولدي من القراية 136 دري منعوه من مدرسة عمومية في الهراويين، من مدرسة عمومية باش ما يقراش. مشيت عند المدير البارح قلت ليه ما يمكنش الدري عنده البيليبسي، من اللي كانت عنده 6 شهور وانا كنداوي فيه، كنتحمل المسؤوليه بوحدي، الدوله ما كتعتقني بتا حاجه. حيت ما عندها حتى واحد الحق انه يدخل لينا في الجسم ديالنا ويدخل لينا في حريتنا الشخصيه، ياك؟ حيت ما كاينش شي حاجه في الكون كله ولا شي قانون ديال السماء ديال الارض اللي يخلي يجبرونا على اننا يدقوا لينا ماده احنا ما عارفينهاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.